اهلا وسهلا بمشاهدي سي بي سي، خصوصا الستات ما عرفوش يكذبوا، وحلقه جديده. واسمحوا لي امسي على مفيده. ازيك يا مفيده؟ يا مساء الفل. ازيك يا منى؟ وحشتيني من يوم الثلاث. والله كتر خيرك، انتوا كمان وحشتوني، ولكن كنت اتمنى يعني اقابل كل مشاهدينا في ظروف احسن من كده. اسمحوا لي ان انا ما قدمتش واجب العزاء لكل المشاهدين في جنودنا، وبقول ان دايما احنا المصريين مقتنعين اقتناع تقريبا شبه يقين ان احنا لغايه دلوقتي احنا في حاله حرب، كلنا ايد واحده. الجيش المصري مش منفصل عن الشعب المصري، هو بيمثلنا، لكن القدر والظروف خليته هو اللي يتلقى دايما الضرب بدل المواطن المصري الغلبان. رحم الله الشهداء بتوعنا واللي مصبرنا انهم هيبقوا دايما في الجنه. بمناسبة الشعب المصري، الشعب المصري لما حب يقف قدام جيشه وإيد واحدة عمل هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وسماه كلنا الجيش المصري. الحقيقة عمل أكبر نسبة مشاهدة، وكان بيطالب إن هو يقف وقفة، إن كل الشعب يقف وقفة يساند فيها الجيش المصري، يقول له إحنا معاك على قلب رجل واحد زي ما قال سيادة الرئيس. الحقيقة يعني مفيدة، بعد ساعات من تدشينه يعني كان نسبة المشاهدة عالية. هي الهاشتاج كلنا الجيش المصري ده ما بقاله فترة، وكان قبل كده في حادثة من الحادثة اللي قبل كده اتعمل الهاشتاج ده كلنا الجيش المصري، وكان أخد على كل صفحات. لا هو لسه متدشن قريب، لا يعني لا 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 بعد الأحداث، يعني أنا من ضمن الناس اللي يعني إحنا اللي شكلنا كلنا الجيش المصري من حادثة اللي قبل كده، وكلنا الجيش المصري ده حاجة كلنا الجيش المصري، يعني الاثنين الهاشتاجز كلهم كل المطلوب منهم هو دعم الجيش المصري، بس موجود. يعني هذا ده طبيعي، فاهم قصدي؟ يعني احنا مش محتاجين عادة الشعب المصري في الازمات تلاقيه. يعني انا مش محتاجه ان انا اعمل هاشتاج، انا مش محتاجه ان اعمل اقول كلنا الجيش المصري، لان في حقيقه الامر من اول ما المصريين سمعوا الخبر وهم تلاقيهم هم ابتدوا يتكلموا على ان احنا الجيش المصري ولا يهمكوا، احنا اقوياء، كلنا ايد واحده. يعني المصريين ابتدوا هم لوحدهم يعني يحسسوا كلنا حسسنا بعض حقيقي من اول يوم الخميس بالليل، واحنا كلنا بنحاول نصبر بعض على الفيسبوك. من احلى التعليقات المفيده انه احد النشطاء قال لما تلاقي شعب بيقف يتفرج على القنابل وهي بتتفجر وهو مش خايف، وضباط وجنود بيتعاملوا بيطالبوا بالعمل في سيناء، ونساء وفتيات تطالب بالتجنيد، يبقى انت اكيد في مصر. حاجات كتيره جدا. في ناس من العرب قالوا انه قال ان الجيش المصري العظيم لا يخوض حربا للحفاظ على امن مصر واستقرارها لوحده، انما بيخوض حرب مع عصابات تستهدف امن واستقرار الدول العربية. الحقيقة كلنا مش مصريين بس، العالم العربي كله متكاتف على قلب رجل واحد، مش المصريين بس. الحقيقة النهاردة مفيدة عايزين نتكلم عن موضوع مهم قوي، وموضوع الجدات. موضوع انه تبقى الجدة لما بتكبر وتبتدي تستقر في حياتها وتجوز ولادها وهم يعني يستقلوا ويبقوش بيعتمدوا عليها في اي حاجة، انها بتبقى ام تاني بالاكراه لما بتبقى جدة. الاول مع اول حفيد يجي تعالي يا ماما، خلي بالك يا ماما، عشان كلنا عملنا الحركه دي، عندنا سفر، كلنا عملنا كلنا كده. عملنا حركة، ولكن صح. علماء النفس المفيده بيقولوا انه لو اتعمل ده في ظروف لا تسمح، هي نفسيا مش مرتاحه او حتى الطفل مش مرتاح، هتطلع طاقات سلبيه في مامتك سابتك ليا، ابوك مش عارفه ايه، كلام من ده هياثر على تربيه الطفل. يا ترى ده هيبقى شكله تاثيره ايجابي على الطفل ولا لا؟ واثره ايه لما تبقي جده او ام بالاكراه؟ موضوع مهم. الام ما فيش ام بالاكراه، انا بعتبر ان كل امهاتنا بيتقبلوا الامر. بقول لك هعمل ايه؟ عايزين يسافروا، بيتقبلوا الامر، عايزين يتفسحوا. طب انا انتي سبتي ولادك مع مامتك، انا سبت بنتي مع مامتي، عمري في حياتي ما سمعتني كلمه انا انتي خدتي من حياتي، او حياتي وقفت، او انا اديتك حياتي، او بالعكس. غصبا عن الام او الجده هي عارفه ظروفي، ممكن وهي تبقى مريضه، ممكن يبقى صحتها ما تسمحش انها يعني تشيل اولادها. بصي هنا رغم يعني حتى وهم مرضى وهم تعبانين، انا بحس ان احنا بنستغلهم اكتر ما هم. صحيح، يعني احنا فينا الدرجه دي كتير مننا بيقع فيها. انا بعتبر لانها امي، هي امي، فهي المفروض ان هي تستحمل مني كل حاجه،
فدرجة الاستغلال عندنا بتبقى شوية اوفر. خلينا مقتنعين ان معظمنا معتمد على مامته، بيودي الولاد بتطمن جدتهم ذاكرت لهم، مجرد ان تبقى انت مطمنه. احنا في كلمه شهيره جدا، انا اطمنش على اولادي غير مع مامتي، الست الوحيده اللي اسيبها اسيب ولادي معاها هي مامتي. يعني احنا مقتنعين ان الام ممكن تشيل. عمرنا بقى فكرنا الام دي امي وامك وامهاتنا كلهم، هل هم عندهم القابليه والرغبه في انهم يربوا الجيل التاني؟ يعني هم دول الناس دول كبروا وربونا وقالوا انا خلصت رسالتي. لا، وقولي في فرق اجيال، يعني هل احنا وقالت خلصت رسالتي تربيتنا زي الجيل الجديد؟ لا احنا ما انا معاكي، احنا بس نبتدي من موضوع ان انت مين قالك احنا كبنات وبنتعامل مع امهاتنا، مين قالك ان الست دي عايزه تربي جيل ثالث؟ بالظبط هي دي، هل يعني عندها الرغبه ولا لا؟ او ليه انت ما فكرتيش؟ اصلا قريت سكريبت والله قلت فعلا انا مفكره، انا اديت بنتي لماما وانا وهي وعشنا مع بعض، وماما كانت لان هي كانت موجوده في البيت فكنت بنزل اشتغل هنا كمان. لكن عمري ما فكرت هل فكرت في الست دي؟ هل انا ظلمتها؟ هل انا لما اديتها الجيل الثالث منعتها من ان هي تبقى ليها اصحاب خروجات حياتها الخاصه؟ انا لو انت اكتشفت دلوقتي تلاقي ان احنا لا يا جماعه احنا اخذنا من حياه امهاتنا كتير لما اديناهم ولادنا يربوهم. وكمان هل كل الطبقات ينفع فيها؟ يعني الست التعبانه الفقيره المريضه لا، يعني هنا لو جنبها يا منى لو هي كمان مريضه وانت مقتدره توفري مثلا ناني للبيبي مش عارف ايه، تبقى تلعب دور الاشراف فقط مش البهدله وتطبخ. الموضوع مش موضوع بهدله، موضوع ان الجده ما بتقدرش تقول لا. نادرا جدا ما تلاقي جده تقول لك لا ما تجيبيش ولادك، ما تجيبيش ولادك. فالسؤال هنا، هل انا بالحركه دي اخدت من عمر الست دي اللي المفروض ان احنا عمالين نقول لازم نعيش ونستمتع بحياتنا وفي كل الاوقات وفي كل الاعمار احنا لازم نستمتع بالحياه دي، هل احنا من غير ما نقصد، وده انا بكلم فيه بنات وستات اتجوزوا، هل احنا اخدنا من عمر امهاتنا وجينا عليهم علشان يربونا اولادنا؟ ده سؤال مهم وسؤال مفيد. وسؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك بيقول الى اي درجه تعتمدين على والدتك في تربيه ابنائك وهل يزعجها ذلك؟ نشوف بقى هم بيحبوا ايه، ونشوف ضيوفنا ونشوف تليفونات حضراتكم. عارفه سؤال وهل يزعجها ذلك؟ انا اراهن ان ولا واحد فينا يقدر ياكد ان كانت والدتك عندها ازعاج او انزعجت ان انت اديتي ولادك ليها ولا لا، لان هم بمنتهى الحنيه هم ما حسسوناش برضه. ده حاجه مهمه جدا، هم خلينا نقول ضيوفنا مع ان احنا ممكن يكون هم منزعجين. ضيوفنا استاذه ساميه الفولي واستاذه خديجه الشعشاعي واستاذه نبيله الحكيم. بعد كده مفيده، بعد كده معانا بقى فقره الدكتور الو دكتور، وعندنا النهارده الدكتور شريف حسني استشاري طب وجراحه عيون الاطفال، وهنتكلم عن امراض العيون عند الاطفال والجراحات المفروض ان احنا نعملها في اوقات والسن ايه وايه الظروف، وبالذات الحول كمان. طبعا في نهايه حلقتنا هيكون معانا فقره المطبخ، نشوى عبد المطلب هتكون معانا، هتعمل كيك بالجلاش وهتعمل حمام كذاب، ودي الصوره معانا. واسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونلتقي بضيوفنا والجدات امهات بالاكراه احيانا ولا لا. أصبحت هناك مشكلة عالمية مش في مصر بس، مصر وأمريكا وفرنسا وفي كل العالم، إنه نوكل الأم يعني أو الجدة أو الجد لتربية أولادنا. طب ليه؟ عشان الحياة الاقتصادية اللي احنا عايشينها، ولا احنا ما بقيناش عندنا طقطان لتربية الأولاد؟ موضوع مهم جدا. هل أصبحتي يا اللي بتشوفينا النهاردة جدة بالإكراه أحيانا ولا لا؟ خلينا نسال ضيوفنا هذا السؤال. استاذه ساميه الفولي ضيفتنا النهارده، اهلا بحضرتك. أهلاً. والاستاذه خديجه الشعشاعي، أهلاً بحضرتك. والاستاذه نبيله الحكيم، اهلا بحضرتك. منور. احنا الاول عايزين نعرف القصص بتاعتكم، وعايزين نعرف الاول نبتديها مع مدام ساميه. أيوة. انت جده لكام ولد وبنت؟ 4 اولاد وبنت. دول احفادك؟ ايوه. وولادك بيشتغلوا؟ واحده بتشتغل والولد طبعا بيشتغل، وواحده قاعده في البيت. يعني الثلاث ولاد بتوعك بيجيبوا لك ولادهم باستئذان ولا مجرد ان انت موجوده وماما موجوده، ماما انت اللي هتشيلي الليله؟
بالضبط الولد عمل كده يعني. أي بقى؟ يعني هو الولد ابنه مفروض عليا ثبت وحد علشان مامته دكتورة وبتروح الشغل، بس ما كانتش بتتأخر عليا بصراحة يعني، كان هما يعني ابني أخف وطأة من ولاد البنات. ولاد البنات بقوا فجأة بالتليفون بيترفع، ايوه ماما احنا نجيبهم لك عشان خارجين علشان رايحين مع اصحابنا. ولا مرة كده حد من ولادك سألك يا ماما تسمحي ان انا اجيبهم لك، او انت عندك حاجة، او انت نازلة لا، او انت اصحابك، او انت عندك حاجة ما نقدر نجيبهم، ولا ما فيش الكلمة دي تقالت؟ لا ما بتتقالش، هم عارفين انا قاعدة في البيت وخلاص، كل يوم هم مطورين ان انا قاعدة لهم. ايوه قاعدة لهم. طب بس في حاجة في يعني كمان السؤال مفيدة يعني. الولاد ده شيء طبيعي يعني، البنات البنات شيء طبيعي، لكن الولد الأولى بتربية بنته، لا حماته يعني بتربية البيبي يعني. أيوة هو بيبقى عندي يومين وعند جدته التانية يومين. حمات ابنك سوري مرات ابنك مثلا جات قالت لك معلش يا طنط؟ لا هي بتستأذني كنت طبعا بتعاملني كويس جدا احسن من بناتي يعني، بذوق كده وتبقى خايفه عليا ومش يا طنط انا عارفه انت طول قاعده في البيت وانا ما بتتحركيش. لا انا طبعا بخرج وبنزل وبروح. امتى وقتك بتخرجي وتنزلي امتى وهم طول الوقت ملاحظه ان كل يوم عندك حد في ولادك في ولاد ولادك؟ يعني ساعات في بعض الايام بيبقى عند مامتهم يعني البنات، ده موضوع مهم. فساعتها بقى بخرج يعني لو مثلا عايزه اروح حد من قرايبي من اخواتي تمام. بس لو انا حتى في بروجرامي ان انا خارجه وافاجئ بتليفون منهم انا هجيب لك الولاد، فبضطر الغي. ليه بتنسالي بقى؟ ليه هو ده السؤال بقى انا بسال، ليه بتلغي؟ ليه ما بتقولهمش لا انا اسفه انا نازله انتوا روحوا شوفوا بتاع؟ رغم ان انا لو امي قالت لي كده هزعل عشان ببقى بصريحه معاكي. مش عايزه ازعل. هم فعلا بيزعلوا. انا لو قلت لها لا بتزعل. بتزعل. هم متصورين ان ده يعني بقيت دورنا ان احنا كمان نربي ولادهم. ما احنا دي مشكلتنا، انا اعترف بكده. مش هم على فكره مش ولادك بس، انا بتعامل مع امي بنفس الطريقه ان هو حق مكتسب بالزعل. انها موجوده فانت شيلي. انا نازله. ايوه كده. انا خارجه مع اصحابي. انا رايحه حفله او كده. معنى دي حاجه هنرجع لحضرتك نعرف تفاصيل تاني، بس استاذه نبيله لانها كمان مصممه ازياء ودايما مشغوله. حضرتك عندك اولاد قد ايه؟ عندي 3 اولاد. بنتين وولد كلهم متجوزين. اتجوزوا. وفي احفاد قد ايه فندم؟ عندي احفاد 6 بنات و5 صبيان. ما شاء الله ربنا يزيد يا رب. وحضرتك كنت بتسيبي شغلك يعني لو انت عندك مقابلات وعندك مواعيد بتغيري؟ في شغلي اصلي انا صاحبه الشغل. يعني ده تمام. فطبعا انا حره نفسي يعني. طبعا. فاوقات باخدهم ما بيبقوا مشغولين باخد الحفيد معايا الشغل في الاتوليه معايا. وبرده هم اللي رسموا لك؟ لا انا بحب بقى. هي دي بقى النقطه. انا بحب قوي الاحفاد. انت بتحبي احفادك قوي قوي وما عندكيش مشكله وسيسهم ان هم وسيسه ان كل جده بتحب ودلعهم دلع برغم انا بقى اولادي كنت شديده عليهم. تمام. بس شديده جدا مسؤوليه تربيه لكن أحفادك. الاحفاد عمري مهما يعملوا معلوم بتعملوا ده ليه؟ ماشي دي طريقه لكن لكن حته ان ولادك يدوكي مسؤوليه تربيه الجيل الثاني او تتحملي مسؤوليتهم. ده انا باخدهم اعمل لهم رياضه نصي رياضيه. انت حابه بقى ده؟ خدهم العبهم تنس واركبهم اذا كان خيل يعني ولا يلعبوا جمباز او وده ما اثرش على شغل حضرتك يعني بخرجهم كمان. يعني عندي اهم. لا ما بيأثرش. طب وولادي بقى ما في المدرسه باخدهم في الايام اللي انا عندي برضو اجازه من شغلي، لكن لو عندي شغل ومزنوقين باخدهم معايا الشغل الولاد. لكن ما تديهمش لمامتهم وباباهم. ما هم عندك عايشين شغل مع الام والاب كويس. لكن في بقى ايام عايزين يدوكي العيل عندهم شغل عندهم اي حاجه. طب انت عندك شغل انت كمان؟ عندي شغل بس انا بقى ما هي نجده بقى وشايفين ان شغلي اصلا يعني انا مصممه ازياء بس ما عنديش مدام نبيله مش بوتيك. انا عندي اتوليه شقة يعني ايه منى الجده؟ اصل إيه؟ كلمه مهمه قوي قلتيها. إيه؟ هم منى الجده. هم بيبقوا عندهم أنا حاجات بس انا الجده انا بستمتع. انت ايه يعني بستمتع بيهم؟ بتحبي ال بحب اعمل لهم حاجات تفيدهم يعني رياضه اذا كان مذاكره زكاً. وبتراعيهم من الالف للياء ولا لا معاهم المربيه مثلا بتاعتهم؟ مش من الالف للياء لكن
لا يمكن ده كانت بنتي في ابو ظبي كانت بتسيبهولي بالاوقات بالشهر مثلا. طيب تعملي ايه حضرتك؟ انها بتشتغل مثلا كنا ما عندهاش حد ولا حاجه، الولاد لطاف يعني. خارج انا عصي سهله اخد العيل في ايدي وانا نازله، وطب لو عندك سايقه احطه جنب مني. طب لو عندك حفله، لو عندك بما ان انت لا 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 عندك تجمعات نسائيه؟ لا لا يناموا بقى بدري الولاد، بيناموا بقى بدري. انت مظبطه؟ لا احب نظام العيال. لا معنى كده ان انت المثال بتاع الجده اللي عاشت حياتها وربت وساعدت في تربيه احفادها من غير ما ده يجي على ده. لا لا من غير ما يجي على ده. واللي نفعني ان شغلي عمل حر يعني بتاعي. صحيح. فلما باخد حتى لو اتزنقت واخدت مفيش حد، مفيش وده يخليني بقى اسال الاستاذه خديجه الشاشاعي طبعا، استاذه نبيله عمل حر، واستاذه ساميه ثابت برضو بتشتغل كان ليها اتيليه بتاعها برضو تفرغت في بدايه حياتها. حضرتك موجهه لغه عربيه يعني بقى مش بايديكي خالص، انت بقى موظفه. وجيت لغه عربيه بس قعدت يعني مش بشتغل. قعدتي اول ما رزقتي باحفاد ولا اول ما جوزتي الولاد؟ لا انا كنت شغاله فتره في السعوديه ولما نزلت خلاص قعدت يعني ما حبيتش. قعدت باختيارك مش عشان خاطر حاجه؟ لا باختيارك. لما قعدتي حسيتي ان الولاد ابتدوا لما اتجوزوا بقى البنات وبداوا بقى عايزين يخرجوا. ما كان بنت الاول عندي سبع بنات ما شاء الله، بس اللي متجوزين خمس بنات وولد وولدين تقريبا. الله ما شاء الله حبيبتي في التربيه. بعدين عندي الاحفاد ما شاء الله يعني بيملوا عليا البيت انا وجدهم، يعني جدهم ما تتصوريش قد ايه بيبقى سعيد بيهم جدا، يعني مخصوص بيجيب لهم كيس حلويات كده عرفوا هم مكان كيس الحلويات ده فين. انا جميل ان انت يبقى عندك بتدلعي احفادك. مش دلع او بتبقي محبه لكن انت بالاحفاد الكتير ده مش ملاحظه ان 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 كتير عليكي انك تبقي مقوله؟ بس هم مش كلهم بيجتمعوا يعني، مثلا مره واحده كلهم هيجوا لي البيت، هي بتبقى على فترات حسب يعني ظروف. يعني واحده خارجه، واحده رايحه فرح، واحده مثلا في ظروف معينه بتجيبهم لي، وساعات كلهم بيجتمعوا عندي في البيت. غير الاجتماعات في البيت لما بيبقى عندهم ظروف، هل بيبقوا عارفين ومتاكدين ان انت قاعده في البيت ولا ان انت؟ طبعا بيتكلموا، يا ماما احنا انت خارجه وراكي حاجه، انا هجيب لك مثلا ولادي، اقول لها تعالي هاتيهم مفيش اي مانع، انا بحبهم جدا. وزي قالت المدام انا بستمتع فعلا، انا بستمتع بوجودهم معايا يعني، بحس لان انا بعشق الاطفال اصلا وكده. انا الحمد لله جبت ليه، انا خلفت كتير ليه؟ عشان انت بتحبي الولاد. انا بعشقهم كلمه عشق دي، انا بعشق الاطفال وبحس باستمتاع. انا مثلا بغير للطفل او هو لسه مولود، احيانا بنتي بتبقى معايا في البيت نايمه جوه في الاوضه وقت الولاده يعني بعد الولاده مباشره، بتروح جايبه لي ابنها. بتجيلك طاقه بقى. لا بتقول لي خديه يعني. انا باخده اعمل له ببرونه طبعا، ينسون اي حاجه ونيموا جنبي. طب ما بتحسيش ان انت بتلعبي دور اعاده كلاكيت تاني مره؟ طبعا انا خلصت نفس الاحساس ده، ما انا خلصت السبعه اللي انا خلفتهم. انا محتاجه تمانيه. وفي امهات مفيده في بتقول لهم من اول يوم لا بصوا انا تعبت وربيتكم. ده احنا نتكلم فيهم يعني. لكن هي لكن انت ما بتحسيش انك زي ما انا تقول لهم انا ربيت خلاص ربيتكم بقى كل واحد فيكم ياخد باله. لا يعني بتيجي احيانا حالات يعني بتيجي اوقات بقى خلاص يعني مش زهقانه بس يعني متضايقه شويه ان انا عايزه اقعد مرتاحه، عايزه اخرج، عايزه كده، مش عايزه ابقى مقيده قوي. بس في نفس الوقت يعني لا ما بقدرش استغنى عنهم بصراحه يعني. ناخد تليفونات مفيده. معاكي منى مشاهدينا. معاكي منى. منى اهلا وسهلا يا منى. منى الو. اهلا يا منى. اهلا بيكي. انت جده يا منى؟ بس هو في مثل بيقول اعز الولد ولد الولد. تمام صحيح المثل. طب وعندي كم حفيد؟ عندي بنتين وولد. دول احفادك؟ احفادي. وولادك سايبين ولاد ليكي ولا انت؟ بعد الوقت يعني مش على طول. مش على طول. وانت بتشتغلي مدام منى؟ بشتغل بس في ايام معينه باخد لهم اجازات عشان اقعد بيهم. بتاخدي لهم اجازات؟ بتبقي سعيده ولا حاسه ان شغلك؟ لا 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 ده انا سعيده جدا، بسيب شغلي وبسيب حياتي كلها عشانه. ليه بقى؟ انا عايز اسال يعني انتوا كنتوا امهاتنا ما كنتوش بتعاملونا برحبه الصدر والحب ده؟ يبقى الشغل إيه؟ اولى. ليه؟ ما هقول لحضرتك حاجه يعني. وكان في ماما برضو الجده. مامتها. لا انا جدتي كانت متوفيه. يعني اغلى حاجه في الدنيا لما بتشوفي احفادك. ايه اللي يعني اشرحي لي اكتر المعلومه. باذن الله ان شاء الله. بتحسي بايه لما بتشوفي احفادك؟ يعني ايه الفرق ما بين احفادك واولادك؟ ليه عندك ربنا اداكي الصحه والعمر كده. يا رب. شفتي احفادك
فدي حاجه جميله يعني. الواحد بيبقى يا دوب بيتمنى ان يوصل الرساله لاولاده يكبرهم ويجوزهم. طب لو في اليوم اللي هم جايين لك فيه اجازه وانت عندك فرح مهم او مناسبه مهمه بتقدري تعتذري ولا تلغيها؟ الغيها الغيها لو قولي الغيها. الله الله. لا انا متخيله لان انا عندي الصوره انا امي مع بنتي نفس اللي انت بتقوليه يا منى، الحب والعشق والاكل يتعمل لمنا والوقت كله يعني. انا بس بستغرب احنا مفيده كنا نسيب ولادنا علشان نروح مناسبه، هنسيبها للجده الجده او الجد نسيبها ليهم عشان نروح مناسبتنا. لا الجده واضح انها لا عايز الولد فعلا. مع ان انتوا كامهات لينا كنتوا ممكن تخرجوا وتسيبونا. احنا لسه طبعا معانا تليفون، خلينا لسه معانا سهير. هناخد سهير بس. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. علي صوتك شويه سهير من فضلك. انا ستي ام جده بقى، انا لما بتجيلي وبيقولي ولاد حفيدتي ببقى في منتهى السعاده. ولاد حفيدتك؟ ولاد حفيدتي ما شاء الله. هو عملتي ايه مع احفادك؟ انا عملت مع احفادي، كنت بحبهم جدا وبرعاهم وما بيقولي برعاهم وكل حاجه. وبعدين دلوقتي بقى بتجيلي ولاد حفيدتي ببقى سعيده وحاسه ان انا لسه صغيره ما شاء الله. ولسه بتدي يا مدام سهير يعني لسه بتراعيهم براعيهم طبعا وخلي بالي منهم وكل حاجه. بس ده يعتبر الجيل الثالث في حياتك ما زهقتيش؟ كل واحد فيك يروح يربي عياله بقى سيبوني اعيش حياتي؟ لا ابدا بالعكس، دي حياتي بتبقى في منتهى السعاده يوم ما يقولي ايه. قولي لي ايه اللي بتديه لحفيد حفيدك ما اديتهوش لابنك وحفيدك الاولاني؟ ان انا ما بحرمهمش من اي حاجه هم عايزينها، بيطلبوا اي حاجه بعملها لهم. طب اشمعنى ليه؟ اشرحي لي ليه؟ لان في حدود برضو التربيه وحدود الادب وكل حاجه. لكن انا ولادي كنت ببقى شديده عليهم اكتر، لان عاطفه الجده وجده الجده بتبقى قويه عن عاطفه الام. والله طبعا انت بكره تجربي لما انا بكره اجرب مع انا اعتبر ايه وعد. واشكرك يا نصير. طيب ده شكرا لحضرتك مدام سهير. ونرجع ضيوفنا مدام ساميه. شايفه يعني عاطفه الجده هنا كل التليفونات وحضراتكم بتاكدوا ان هي اكبر كتير من عاطفه الام. لا هي الام بتبقى في وقت ما هي ام لسه صغيره بردك ما بتبقاش عندها طوله البال ولا يعني مش فاضيه يعني مش اولادها وبس، في اولاد وفي وفي زوج، فالحاجات دي بردك بتاخد وقت ولا من غلاوه الاولاد نفسها بتبقى مهتميه ايوه باولادها بس مش فاضيه تدلع وتبادي. ما بتجيش تقولي في وسط كل اللي انت عندك ربنا يخلي ولادك كل حاجه فين حياتي؟ انا قلتها لهم مره لما بيبقوا كتير قوي كده ويتكلموا على بعض يعني كل حد ده جاب لي النهارده التاني جاب لي بكره التالته جاب لي بعده تلحقيش يعني فبقول لهم لا يعني ارحموني شويه انا مش عايزه اشوفكم تاني بس طبعا يعني مش معقول لو هل في مره من المرات صدقوا كلامك وان انت وبعدوا شويه؟ عملتي انت ايه؟ لا هم لا ما بيبعدوش عشان هم عارفين انا بقول كده عشان بس تعبانه شويه متضايقه شويه من دوشه الولاد انما في الاخر لا بيجيبوهم برضه غصب واقتدار يعني والله غصب واقتدار دي بتاعتي لا بحبهم. ما هي برضه حته الحب دي تخليكي تتنادلي عن حاجات كتير يعني حب الاحفاد ده انا دايما اقول ان الاحفاد احلى حاجه في الدنيا احلى يعني برغم كل المراحل اللي الواحد مر بيها انما في الاول وفي الاخر الاحفاد احلى حاجه في الدنيا بس رغم انهم متعبين بس يعني بس في نفس الوقت انا ولادك اسمهم ايه؟ ولادي اسميهم ايه؟ التلات ولاد عندي مي ومروه ومحمد. يا مي ومروه ومحمد يعني رفقا بمامتكم يعني مستعزه يعني مبسوطه وكل حاجه بس لكن ماشي بس لكن برضه السن كله مي ومروه شايفين انما محمد خف شويه بدات انا عارفه اصل انا بعمل نفس الحركات دي هو اقتدار بس برضه يعني بيصعبوا علينا لازم برضه اقتدار معلش يا ماما طب انت مين هنستحملنا غيرك كلام كده هو دي حقيقي مين هيستحملنا غيرك والنبي احنا مشكلتنا في حاجه ان احنا على قد ما احنا عندنا مسؤوليات والله لا ايامكم كانت احسن من ايامنا بس احنا ما بنطمنش على اولادنا غير لما انتوا تبقوا ايوه ما هو ده المدخل هو ده المدخل
يعني انا ساعات والله لما باجي ادعي بقول يا رب طول في عمر امي، مش عشان حاجه لوجودها حاجه اهم من اي حاجه ثانيه، صمام الامان فعلا بتدلع على حسكم بس مش اكتر. ربنا يبارك فيكم. هنرجع تاني بعد الفصل، اسمحوا لنا نطلع الفصل الاسري ونرجع نواصل حوارنا عن الجدات، هل هم امهات بالاكراه احيانا ولا بمزاجهم برغبتهم، بعد الفصل. حوارنا وبنتكلم عن الجدات، هل هم احيانا امهات بالاكراه؟ في ناس موافقه وتقول اه يعني هم متعشمين زياده، وفي ناس تقول لا احنا ربينا اولادنا تربيه لكن بنستمتع باحفادنا، زي ما استاذه نبيله كانت بتقول في الفاصل بنستمتع باحفادنا. الحقيقه معنا تليفونات، استاذه ساميه قولي الو. الو. ايوه يا ماما. ايوه يا مروه. مروه بنتك، ازيك يا مروه؟ يا مروه. أيوة. مروه انت يا مروه ليه سايبه يعني ليه مديه دماغ قوي، سايبه اولادك كل وقت عشان زياده ليه كده يا مروه؟ اوديهم فين بس؟ انا ببقى عايزه اخرج وقابل صحابي وعايزه اتاخر شويه، هو في احلى من ماما في الدنيا؟ ويعني ماما حبيبتي يعني ملهاش نفس تخرج شويه وتتاخر شويه وتقعد مع اصحابها شويه؟ بس حاجه بسيطه خالص، انا اخرج هي تخرج، هي انا ببتطب اني بوديهم لها على ماما حبيبتي يا مروه. مش كتير قوي كده يا مروه، يعني ما تتصديهاش اكتر من كده يا مروه. ايوه تتعشميش قوي كده يا مروه. يقول لي كده بقت حبه تزيد محبه يا مروه. مامي بتحبك قوي بتدلعك. ها امشوا بقى كفايه، لا انا عارفه ماما احنا مالنا احنا. مروه انا عايز اسالك سؤال بجد بجد، وانت بتودي ولادك لمامتك ما بتفكريش في لحظه ان ممكن ماما يبقى عندها ظروف او الم افوار على ماما او انا متقله عليها؟ بفكر وبحس برضو ان انا مزوداها شويه ساعات، بس برضو يعني احساس الحريه دايما يعني دايما بعد ما بنتجوز كده في الاول بتبقى لسه في حاجات انت عايزه تخرجي لسه وتقابلي اصحابك وتنطلقي. انا بعد ما بقفل الباب وبسيبهم لها بخرج اتنطط على السلم بره، حاسه ان انا اخيرا حره. فانا عارفه اني متقله عليك يا ماما يا حبيبتي، بس ارجعي اوام بقى عشان عايزه اخرج النهارده كمان. ارجعي ايه؟ ارجعي اوام بقى يا ماما عشان عايزه اخرج النهارده كمان. ارجعي اوام عشان يا ماما. بس انا اعترف ان احنا جبلات يعني احنا ما عندناش اي احساس. انتوا كجيل يا مروه متهمين ان انتوا شويه في اعتماديه، شويه في عدم تحمل مسؤوليه ولا ايه؟ احنا في اتكاليه بصراحه، احنا بنتكل على ماما جدا. اتكال. انا هقول لك بجد بقى والله، انا شويه بودي حضانه وبعدين يرجع من الحضانه مره مخطوف، مره جعان، مره متعور. اقول لها يا ماما طب معلش انا ببقى مطمنه هو معاكي. ممكن يحصل اي طب فين حماتك يا مروه؟ لا ما انا برضه ببرشط على حماتي كتير. برضه انت بتبرطجي على كل الناس. شكرا يا مروه على تليفونك. ربنا يخلي لك مامتك. استاذه خديجه قولي الو بقى. الو. سارة؟ سارة صح؟ الو؟ ايوه يا سارة. ايوه يا سارة. ايوه ماما. ايوه وحشتيني والله. سارة انتوا عندكم جوهرة بقى، هنا ماما بتحب انكم تبقوا موجودين، وماما بتحب انكم تبقوا كل الاحفاد موجودين، يعني استغلال 100% يعني، يعني هي لوحدها راضية. طبعا دي ميزه طبعا. طب انت لما بتقرري انك تبعتي ولادك لمامتك ما بتفكريش انك انت كده نفس السؤال اللي سالته قبل كده بتقلي عليها؟ اكيد بفكر ان انا بتقل عليها، بس بقول طب انا هعمل ايه برضو؟ تعمل ايه مع ولادك؟ ما هم ولادي وهي امي، فان هي تستحملني بقى. لا واحنا مالنا، مش انت اللي خلفتي وانت اللي اتجوزتي؟ انت بتجيبي لها حد يساعدها يعني؟ بتجيبي لها يعني ساره حد يساعدها في البيت في البيبي، ولا هي من الالف للياء بتشيل كل حاجه؟ لا لا هي بصراحه من الالف للياء كله. ما شاء الله ربنا يخليها لكم. طب ساره الاحساس اللي عندك واللي عندي واللي عند كتير من اللي بيتفرج علينا، احنا جايبين منين احساس الجبروت ده ان هي مامتي؟ كنا لسه بنقول احنا كنا كده. من ايه ده؟ اكيد بقى ان احنا بحس ان احنا مثلا صغيرين شويه ولا حاجه مثلا، فهي تشيل عننا بقى في يوم من الايام. احنا هنشيل هتشيلوا ايه بالظبط؟
هنشيل بقى احنا بقى ايه ولاد ولادنا ان شاء الله. بالظبط ولاد ولادك. نشكرك جدا يا ساره. تخليش بصك تيجي لاحمد يا ساره كتير. بوسه لاحمد وحشوها عمر. انت اظن احفادك في مجموعه من ولادك. شكرا يا ساره. بس معنا تليفون تاني بس ناخده. ليلى مساء الخير. الو. اهلا مدام ليلى مساء الخير. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اتفضلي حضرتك جده؟ ايوه انا جده لسبع احفاد. يا حبيبتي ما شاء الله ربنا يخليهم لك. الله يخليك يا حبيبتي. من ولاد ولا من بنات؟ لا عندي بنتي انا عندها احمد 11 سنه وفريده 10 سنين. ما شاء الله. وعندي ثلاث صبيان ولاد الولاد وبنتين ولاد الولاد. ما شاء الله ربنا يخليهم لك. الله يخليك. طيب ولاد البنات اللي بتهتمي بتراعيهم اكتر ولا أيوة ولاد؟ لان التانيين مش موظفات. انا بنتي صاحبه مدرسه. فكانت بتنزل وهم صغيرين وانا كنت سايلهم من الالف للياء. ولاد البنت. طب ولاد الولد مش يعني انا دول نور عيني من جوه. هم ما زهقتيش خالص يا مدام ليلى او قلتي لنفسك انا ربيت الولاد ولادي انا وربيتهم هم بقى يربوا ولادهم؟ على حاجه انا يعني بربيهم كنت صغيره في السن شويه. انا عندي 70 سنه دلوقتي. ربنا يديك الصحه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا حبيبتي. لكن اولاد الولد دايما يعني بيبقى بس اسمع هاي هي عملت اولاد حالة. اتفضلي. كده لما بنتي بتطلبني ما بقدرش اتاخر عنها. او مرات ابني بتطلبني ما اقدرش اتاخر عنها. طبعا ربنا يخليكي. ما بتقوليش لنفسك ما بتقوليش لنفسك مثلا انا عايزه انزل اخرج انا اتفسح مع نفسي ولا انت بتعتبري ان وجود احفادك هي دي الدنيا وما فيها؟ لا انا مكرسه وقتي كله حياتي ليهم. ربنا يخليكي ليهم مدام ليلى بنشكرك جدا. طب استاذه هدى عندنا سؤال للاستاذه نبيله. بس هدى مساء الخير يا حاكم فيدي. مساء الخير يا منى. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه. مساء الخير يا مفيده. اهلا وسهلا يا هدى. انا مع المدام معاهم كلهم اني اسعد الاوقات في وجود الاحفاد في البيت. الله يعني انتوا ما عندكوش مشكله في ان احنا لامين عليكم العبء ده؟ لا بصي يا مفيده انا هقول لك بالظبط. هي انا هي ايوه يا مفيده هو عبء بس عارفه عبء جميل. عبء جميل حلو قوي. اسعد الاوقات وعبء ده شعر وعبء جميل. هو عبء بالنسبه لمقياس سنك انت والامهات الصغيرين. ما بيبقاش عندهم الخبره في الصبر في التحمل في معالجه المشاكل فبيبقى في نوع من التنشن في الشد مع الولاد وبتاع. احنا كنا بنعمل نفس التصرفات دي مع اولادنا وهم صغيرين. لما كبروا اولادنا وخلفوا بقى امهات وبقينا احنا بقى جدات دلوقتي بنعالج ولاد ولادنا باكتر صبر واكتر حكمه واكتر خبره. بس عارفه يا مدام هدى انت مش مجبره حبيبتي يعني انك تعملي ده. لا ده انا بقول لك بحب. بحب ما انا فاهمه. انا بس بحب. يعني على قد ما ان كل بصراحه التليفونات اللي جت كلهم ربنا يديكوا الصحه وكلهم بيعملوا ده بمنتهى الحب. بس في بشكرك يا مدام هدى. بس شكرا لحضرتك على التليفون. وفي احفاد في جدات. انت بتستمتعي ازاي لما بس في جدات مش حابين ده؟ مش حكايه كده يعني. انت لما تلاقي الطفل صادق مامته سايباه وامانه في ايدك انت وبتلاقيتي بتلقنيه حاجات جميله وبتعلميه حاجات مثلا مامته مش فاضيه ان هي تقول له حاجه معينه او معلومه معينه انت بتديها له بتبقي مبسوطه قوي ان هو خد المعلومه ديت وبيعملها او بينفذها. يعني مثلا حفيدي امبارح بيقول لي انت فرشتي اسنانك قبل ما تنامي بتفرشيها كل يوم؟ انا اسناني وجعاني. قلت له طبعا انا بفرشها كل يوم. قال لي لا انا فرشتها مره واحده بس. قلت له لا انت لازم كل يوم تفرش سنانك علشان السوس علشان مش عارفه ايه علشان ايه عشان تبقى مفيش سنانك. لا انت عاملاها حب. بس في امهات يعني برضو لازم نبقى واخدين الجزئين. ومونا كان عندك سؤال. سؤال مدام نبيله. في امهات ما بيبقوش عايزين المسؤوليه دي. ده نوع من الانانيه بقى. هي كده تبقى انانيه؟ طب ما هي ربت ولادها مدام نبيله. ضروري حبك في ولادك عايزاهم يتبسطوا. ماشي. طيب بس يعني زي ما بتقول استاذه خديجه. سؤال لحضرتك برضو. هي بتقول انه عندي خبرات عايزه انقلها له. هينفع ده مع الدلع يعني؟ لا عندي لا مش كله بقى دلع. الخبرات وعايزه يعني حاجه برضو حاجه غلط بتقوليه يعني انت بعد اللحظه ما هوش قاعد معاكي على طول. يعني بيجي لك صحيح معاكي مثلا ايام حاجه بس عيشته الاساسيه في عند مامته وباباه. انا عايزه اخد من كلمه مدام نبيله لما قالت ان الام اللي ترفض ان هي او الجده اللي ترفض ان هي يعني تشيل مسؤوليه احفادها مع بنتها بتعتبر انانيه. بس انا ليه؟
هي انانيه. ليه هي انانيه؟ لانك انت بتحبي ولادك. انا بحبهم وليه هم ما بيبقوش انانيين؟ انا كان ولادي هم ليه هم ما... ليه ما تقوليش على البيبي احمي واغير بس ده لها وهي في السرير لا قومي يا نهار. يعني هنا ليه جدا لو قالت لا انت عملتي اللي عليك يا حبيبتي. بحب اما بتحبي ولادك بتبقي مش عايزاهم يعملوا حاجه. لا ما بس دي ده دلع بزياده. لا لا ده حنان والله. لا حنيه بس حنان حنان. طب خلينا نسمع استاذه سام. لا انا ما بعتبرهاش يعني هي مش انانيه. هي مش انانيه هي مؤكد عندها اسباب قويه انها بتقول لا. ممكن كده مؤكد. ايه الاسباب القويه دي زي ايه؟ يعني ايه الظروف احتمال هي مثلا صحيا ما تقدرش. صحيا عندها ظروف معينه في البيت مش قادره يعني في عندها مشغوليات تانية او مسؤوليات تانية. انا بتهيألي كده. انما لا في المطلق مش عايزه اولاد ولادي في المطلق ما افتكرش. لان هم يعني فعلا احلى حاجه في حياتنا واحنا فعلا بنبقى مبسوطين لما بنقعد مع بعض. تقول لا هو حتى مجرد ما يقول يا نانا دي بتسعدنا. بس يعني انا ما بقوليش يا نانا بقول لي يا سمسم على طول. ما طب يا سمسم هل ولادك بيعوضوكي ده؟ يعني مروه المجرمه اللي كلمتني دي لا دي ابدا دي هل 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 لا هل بتيجي تعوضك تخرجك تاخدك تعملك شوبينج تقعدك في حته الصبح؟ هي ممكن لو اطلب منها بس هي دايما مش فاضيه. ما الام ما بتطلبش. لا يعني لو طلبت منها فعلا اقول لها انا مثلا عايزه اروح اعمل شوبينج تقول طب بصي يا ماما ان شاء الله يوم الاحد اجي او يوم مثلا وما تجيش. وبقول لها ما جيتيش ليه؟ نسيت. يعني عارفه هم كمان بتنسى. هم حياتهم شغلهم. ليه مروه كده بتنسي؟ زي احنا ما حياتنا كلها. بس تفرق معاكي لو هم افتكروا الحاجات دي؟ نعم تفرق معاكي لو هم افتكروا انه مره في الاسبوع ياخدوا. الام دايما متسامحه. بس تحب دايما متسامحه مش مستنيه كبيره بصراحه. لا يعني حتى لما يجوا كلهم يبقوا معزومين عندي ايه ده بايدي. انما مروه لا مروه زي ما قلت مجرمه. طيب لو استاذه خديجه لو يوم كلهم جايين عندك وانت اليوم ده مش قادره تطبخي ولا تقفي تعملي هل ممكن تتكسفي تقولي لهم تعالي نخرج بره نقعد في النادي؟ لا لا خالص. هم بيراعوا الحته دي كويس قوي. لما بيلاقوني تعبانه مثلا لا يا ماما خلاص كلنا نروح النادي مثلا. بالظبط. مثلا يجيبوا اكل من بره ما تطبخيش النهارده احنا هنعمل يعني انت كان حبيبك عسل يعني فهم يعني هم بيراعوا جامد. طب يعني طب مدام خديجه حته ان انت اصبحتي يعني ربنا يديك الصحه انت واخده بالك من احفادك ده بيديكي الاحساس انك ممكن تتدخلي في بعض المشاكل اللي بيحصل بين ولادك وجوزاتهم. بيسمعوا الكلام بقى لان انت بتربي ولادهم فانا يعني جت على دي وما جاتش على ان انا اتدخل واعدل للميله. طبعا بتدخل لما الاقي اي بنت من البنات يعني تقصدي معاملتها لبنتها او ابنها يعني لا او لجوزها او في خناقه حصل بينها وبين جوزها بتدخل طبعا. هل بتتدخلي ولا بتبقي برضو؟ لا بتدخل طبعا ويعني بشوف وهما بيبقوا راضيين بالتدخل ده. طبعا بيرضوا وبعدين يعني انا يعني بحاول اكون منصفه يعني هي مش عشان بنتي اجي على مثلا زوجها لا انا بعرف فين الخلاف بين الطرفين اقول لها انت عملتي كذا وكذا وكذا المفروض تعملي كذا وانت غلطت في كذا وكذا المفروض تعمل كذا ما تمشيش من البيت او يمشي من البيت من عندي لو هم الحمد لله كويسين. انت قلتي ان ولادك بيتعاملوا باسلوب العكس بتاع ان هم بيحبوا يخرجوكي تمام ويفسحوكي مهم ده بالنسبه لك؟ طبعا مهم لان انا مش آلة انا هبقى قاعده في البيت مثلا عشان خاطرهم هم كل حاجه انا اعملها للاولاد او الاطفال ده حاجه بتسعدني بس في نفس الوقت انا برضو بحب اخرج بحب اروح اي مكان فهم مراعين بقى النقطه دي. هم مراعين هم البنات عندي مراعين قوي النقطه دي. عندي احمد ابني نفس الوضع يعني ابني حبيب. عنده بنتين ولد نور حبيبتي وقاسر ودينا. هم تيتا انت هم انت لازم تقولي اساميهم لان تيتا عايزين اقول اسم وزيزو حبيبي ده قولي انت عايزاه عشان هم ببعت لك يعني تحيه كبيره قوي يا عبد العزيز لان هو بيحب ما اقولوش يا زيزو ده قاعد في السعوديه عبد العزيز وسيف وهيمه دوت على اسم جده ابراهيم ابراهيم يعني بس انا بدلعه بقول له بوجه التحيه لدعاء بقول لها يا دعاء انا اسفه جدا في موقف حصل بيني وبينك فانا بعتذر لك اهو على الهوا ما تزعليش مني انت وحازم مسامح كريم انت جميله خالص ده انت تيتا جميله خالص ربنا يخليهم يعني جميله ربنا يخليهم لك يا بنت الشيخ الشعشاعي عايزه ايه يعني اخلاق يعني ما شاء الله عايزه انقل الاستاذه نبيله الحكيم وكان يعني كلنا او معظم الجدات ساعات او الامهات بتخطئ اخطاء وهي لسه صغيره في السن مع اولادها ممكن تتفادي الحاجات دي مع احفادك يعني في ايه كنا بنقع فيه واحنا امهات وبنتفاداه واحنا يعني مع احفادك هشوف يا حقولي الضرب اول حاجه الضرب طبعا لا ويعني انا بقول لك كنت شديده مع اولادي لكن مع احفادي لا خالص
الشده دي الشده دي معناها عشان اربيهم انك بقى مثلا بتزعقي بتضربي؟ لا يعني شديده عليهم بتحبسي؟ في المذاكره يعني كنت شديده؟ لا لا بحبس ولا اضرب ولا حاجه. امال الشديه الشديه لما اقول كلمه ما برجعش فيها. طب ما ده كويس يعني ما انتش خارج يعني ما انتش خارج تقعد تذاكر ترجعي فيها بقى ده ما تنفعش التنين. لكن ما احفادك بقى لا احفادي بس بتمتع بيهم. لا لما تيجي تقولي له ما انتش خارج يجي يبوس تيتا تقول له حبيبي خد معاك السواق. حفيدي كان يطلبني يا انا اقول له يا طارق تعالي خديني حالا دي معذبني ماما وبابا معذبني تعالي خديني حاجة يلعب على الناحيتين بقى عكست يقول لي بحقيقة خلي بالك بقى هعيش معاكي مدى الحياه. اقول له تعالى مدى الحياه وبتروحي تجيبيه مدى الحياه ويقول لك انا هعيش معاكي مدى الحياه. بكاش كبير قوي مثلا حضرتك كنت بكاش كبير قوي لا هقول لك كنت بسايسه كنت بعرف اسايسه فكان يرتاح معايا. الولاد غير البنات يعني واحد الصبيان صعب جدا كلكم اجمعتوا على ان تربيه الولاد البنات لطاف تقدري تسايسيهم بحدوته بحاجه كنت بعملها يقعدوا يعملوا معايا اشغال حكايه احكيها لها. لكن الصبيان ده جه نازل. ايه مشكله صبيان ده؟ ساميه بتقول لا مش دايما الصبيان لا اغلبيتهم دايما البنات هادين ومطيعين. انا عندي ملك دي يعني عنيده جدا جدا ولازم اللي عايزاه يكون يعني تعمل وانت وعنيده جدا برضو نفس الفكره معاكي مدام خديجه برضو الاحفاد الولاد ولا البنات في تربيتهم اسهل؟ لا البنات اسهل كتير الولاد اشقي جدا لما كمان لما بيجتمعوا مع بعض خلاص كل حاجه خربت في الشقه عندنا. على العموم ربنا يخليكوا لينا واحنا من غيركم ولا حاجه. وانا اعتقد ان كتير من اصدقائنا بيتفرجوا علينا امهاتهم بالنسبه لهم هم الدنيا وما فيها ونكون احنا بنتقل عليكم. معلش احنا ظروفنا مختلفه الحياه صعبه ضروري ربنا يبارك دايما ضروري الولاد يتقلوا ويستمتعوا بحياتهم. ونبي انت ما احنا استمتعنا بحياتنا جدا ليه هم ما يستمتعوش؟ ربنا يبارك فيك. عايزه تخرج ما تخرج تتبسط ليه لا؟ مش عايزين نتقل عليكم اصل حياتهم اصعب حياتهم اصعب من حياتنا. شرفتونا ونورتونا بنشكركم جدا نورتوا وبعد الفاصل احنا متشكرين. الله يخلي حضرتك. هيكون معدنا مع فقره الو يا دكتور هتكون مفيده مع دكتور شريف حسني استشاري طب وجراحه عيون الاطفال هيكلموا عن امراض العيون عند الاطفال بعد الفاصل. النهارده في الو دكتور موضوع مهم جدا اعتقد ان كتير مننا بيعاني الولد او الطفل اللي عندك في البيت بيلبس نظاره ايه اللي حصل عرفنا منين نعمل ايه بيبقى شويه قلق عليه قلق وما بنعرفش ناخد القرار. بيسعدنا يكون معانا النهارده الدكتور شريف حسني استشاري طب وجراحه عيون الاطفال. اهلا يا دكتور. اهلا بك. وزي ما انا قلت في الاول خالص احنا كامهات وابهات ما بنبقاش عارفين ان الولد ده عنده مشكله في عينيه فاسمح لي اعرف ايه اكتر الامراض اللي بتصيب الطفل في عينيه ونبقى واخدين بالنا منها او نبتدي ناخد بالنا منها. في حاجات سهله الاهالي يشوفوها وفي حاجات مش سهله. خلينا في السهل الاهالي يشوفوه زي حضرتك ما سالتي انه بعد الشر يعني لو في ميه بيضاء او في ميه زرقاء او في حاجات خلقيه بيتولد بيها الطفل دي بتبقى باينه ازاي ان شكل العين مش طبيعي. احنا كلنا عارفين شكل العين الطبيعي لونه عسلي او اخضر او ازرق ايا كان اللون وفي حته سودة في النص بقبقى. اللي احنا بنسميها بالبلدي نني العين حلو. اي حاجه غير كده يبقى في اختلاف انها تبقى يعني على رمادي او النني الاسود ده ما بقاش اسود ابيض يعني معناه في ميه بيضاء وراه. في ناس تستغرب ايه ده وفي طفل بيجيله ميه بيضاء خلقيه هو اتولد بيها فده بيحتاج تدخل بدري قوي. فانا بطلب بس من هنا كده احنا قاعدين انه دكتور الاطفال يمكن يبقى واخد باله اكتر من الاهالي انه زي بيتشك كل حاجه اول الطفل ما بيتولد لازم يتشك عينه يعني. بس كده فتحه بسيطه يشوف وهو هيبقى قادر اكتر يعرف ده طبيعي ولا لا. فنقدر نتجنب كثير جدا من المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده لو عرفنا ده بدري. احنا لو عالجنا الطفل النهارده غير لما عالجه بكره. اشمعنا في العين بالذات الموضوع ده؟ احنا ربنا خلقنا بالسمع كامل قبل ما نتولد. سبحان الله. النظر لا بيتكون بينمو في اول اربع شهور. كل ما نبهه اكتر كل ما بيتكون اكتر. فانا لو اول اربع شهور من عمر الطفل ما خدتش بالي وسبته مش شايف حلو فانا كتبت عليه انه بقيت عمره هيبقى عنده ضعف بصر. ضعف بصر فدي مهمه جدا. طب ايه تاني؟ اتفضلي. ممكن نستنى بقى يعني ده الحاجات اللي هي بتبان قوي في العيون الميه الزرقاء الميه البيضاء او الميه البيضاء او حول مبكر جدا عيب خلقي في الحول الشديد. انا الحول ده
قافت كل ام النهارده. في امهات كتير بيكلموا بينا كلمونا لمجرد ان هي شايفه ان في عين داخله لجوه هي بتترعب وتقول انا ابني جاله حول. طيب اقول لها ايه؟ هقول حاجه كلمه غريبه قوي، اللي بيترعب بالنسبه لي احسن من اللي ما بيترعبش. اه لان اللي بيترعب هيدور على حد ودور يكشف عنده صح وينصحه اذا كان فعلا في مشكله ولا لا. المشكله فبيقول لا ده مش حاجه، ده عينها حلوه كده، ده هي عينها واسعه كده. هو الحول باختصار شديد قوي يا اما حول حقيقي يعني في حول بجد، يا اما حول كاذب او ظاهري. الدكتور اللي يعرف يفرق في الكلام ده. طب مش انا، مش انا اللي هو الام يعني او الاب. فده هنضطر لو شكينا ان في اي نوع من انواع الحول بنتوجه لطبيب عيون اطفال. اشمعنى عيون اطفال؟ ان هو بيبقى عنده خبره اكبر في التشخيص ده. وده تخصص موجود بقاله اكتر من حاجه وعشرين سنه في مصر. دكتور يعني ايه حول كاذب؟ ما انا شايفه يعني عيني ابني كاذب. مش مظبوطه. اوكي، اللي هو لو هنترجمه من الانجليش يعني حول ظاهري. يعني ايه؟ هشبهها بحاجه اللي هو الناس سكان جنوب شرق اسيا الحور اغلبهم، لا مش حور، اغلب سكان جنوب شرق اسيا عينيهم بتبقى ضيقه وعندهم قطعه جلد كده زياده في الجنب. ده لما بيبص بالجنب يبدو لينا كده خطا ان هو كانه بيحول لجوه، ولكن هو مش بيحول، هو عينه بتستخبى تحت حته الجلد الصغيره دي. بنعرف ازاي؟ ان انا بكشف عليه بحاجه بسيطه جدا، بجيب نور بنوره في عين الطفل، الاقي النور في الاثنين في المركز بتاع عينيه الاثنين. يبقى ده معناها ان الزاويتين دول زي بعض. لو النور عامل كده يعني عين منوره هنا وعين في الجنب هنا، يبقى ده حول حقيقي. اتصرف معاه بقى بتصرف الحول وعالج الحول. فده اول تفرقه ما بين الحول الحقيقي والحول الكاذب، ان احنا بننور النور ده ونشوف في عين الطفل فين. هل فعلا كده ولا لا؟ اسمح لي ناخد تليفون ملك وبعدين نرجع نكمل حوارنا. ملك اهلا وسهلا يا ملك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال الدكتوره واحد؟ سمك حبيبتي قولي سؤالك على طول. اتفضلي. انا بنتي عندها سنه ونص وكان على طول عينيها الشمال بتدمع. ايوه يا فندم اتفضلي. فرحت كشفت عليها يعني مؤخرا كشفت عليها، فالدكتور قال لي عندها انسداد في القناه الدمعيه. يعني هي بقى لها سنه ونص بتدمع ومفيش اي تدخل حصل في السنه ونص؟ لا هو هي كانت بتدمع بس انا كنت فاكراها حاجه عاديه يعني. بس طيب. اما كشفت عليها يعني ناس قالوا لي لا لازم تكشفي وكده. اما كشفت عليها قال لي عندها انسداد في القناه. طب عملتي حاجه يا ملك ولا لسه ما عملتيش؟ لا هو اداني قطره وقال لي اعملي لها مساج كده بصوابع عينيها. طيب. اوكي حاضر هرد على حضرتك. حاضر. خلي الدكتور يرد عليك، اتفضل يا دكتور. طيب ده هيرجعنا للنقطة اللي قلتيها ان في امهات بتترعب فبتكشف بدري. قالت كلمة مهمة قوي، انا قلت دي حاجة عادية. لا هي قالت كده، انا افتكرت دي حاجة عادية. وبقى لها سنة ونص شايفة ان بنتها بتنزل دموع وده عادي. في حاجة من ضمن الامراض برضو اللي الاطفال بيتولدوا بيها، ان يبقى في حاجة اسمها انسداد في القناة الدمعية. ايه القناة الدمعية دي؟ شغلتها ايه؟ انها تصرف الدموع من عينينا، وعشان كده احنا مش طول النهار عينينا بتدمع. طيب الانسداد ده ليه علاج؟ لو في الفترات اللي بدري قوي في العمر يعني اللي هو اول شهرين ثلاثه خدنا بالنا بنعمل ايه تعمله دلوقتي اللي هو القطره وتدليك للقناه الدمعيه. لو اتاخرنا بعد 9 شهور او 10 شهور وعندنا الكلام ده بنضطر نلجا لجراحه. اذا ملك لازم تخش جراحه. لازم تدخل جراحه لانه بقى غالبا سنه ونص، لانه غالبا سنه ونص بيكون الانسداد ده محتاج تدخل عشان افتحه. وليه؟ طب الناس تقول لي الله، طب وانا شعرفني ابني بيدمع؟ لا يا فندم، هو اول 3-4 شهور الطبيعي انه ما يدمعش. بس دكتور ابنها بنتها عندها سنه ونص. لا انا اقصد هي ليه اتاخرت؟ لا يعني هي مرعوبه لو هي بتسمعنا دلوقتي هتقول لك بنت سنه ونص تخش تعمل تسليك. اوكي احنا بالنسبه لنا كجراحين يعني سنه ونص بتعاملنا مع الاطفال دي بالنسبه لنا بنقول انها عروسه خلاص، دي كبرت فما فيش خطوره خالص. مفيش خطوره ولا خطوره البنت ولا اي حاجه. مفيش خطوره خالص، مفيش خطوره تخدير خالص، بالعكس احنا في امراض خلقيه زي ما قلنا المايه الزرقاء ومش عارف ايه يعني. فبوريش احنا عملنا طفل كان عنده 3 ايام حبيبي. فيعني طب دكتور ما يرجع لهاش تاني؟ لا لو اتعملت صح. صح ما يرجع لهاش بالشكل الصح ما يرجعش تاني. يا ملك ما ينفعش القطره اللي انت بتعمليها دلوقتي دي بقالك سنه ونص، فاعتقد كلام الدكتور يفضل تدخل جراحه. طب ناخد هبه. الو اتفضلي هبه. مساء الخير. مساء الفل. انا ابني عنده سنتين 3 شهور وكان عنده انسداد برضه في القناه الدمعيه. عملت له العمليه اللي هي تسليك القناه الدمعيه بس برضه رجع تاني لسه بتدمع. الدكتور قال لي ان هو ما عندوش القناه الدمعيه اصلا، فبيضطر ان هو لازم يركب له ارتفيشال تيوب في المكان المجرى الدموع دوت. دي حاجه. تاني حاجه هو عنده اللي هو الحول الظاهري او الكاذب زي ما حضرتك ما قلت، لان هو عنده العظمه بتاعت مراخيره مبططه شويه من عند عينيه. هل ده يحتاج بعد فتره ان هو يتعمل حاجه في عضلات عينيه ولا اسيبه كده وخلاص؟ مش عارفه. حاضر هرد على حضرتك حالا. حاضر يا هبه حاضر، بس ناخد معانا جنات
وبعدين نرد على هبه وجنت. جنت اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور مدام جنت اتفضلي. لو سمحتي لي اسلم الدكتور مدام مفيد. سامعك يا حبيبتي. اتفضلي يا فندم. طيب يا دكتور ده سؤال صعب شويه معلش. ان شاء الله يبقى سهل. طيب هقول يا دكتور ما مدى خطورة وسع العصب البصري عن معدله الطبيعي على النظر؟ هل هو الوسع ده من اتولد بيه ولا ده حصل بعد كده نتيجة مية زرقاء او حاجة؟ ما هي دي المشكلة بقى اللي الدكاترة بيختلفوا فيها شوية. ايه بقى؟ طيب هرد على حضرتك. حاضر. ما انت كده حضرتك عرفت. في تسمح لي يا دكتور؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. في اساتذه بيقولوا ان هم اتولدوا كده الطفلتين دول، وفي اساتذه تانيين بيقولوا تبع البخاخه اللي كانوا بياخدوها وعلي ضغط العين شويه فاثر. طيب على هو عمرهم قد ايه يا فندم؟ هم دلوقتي ما عندهمش ضغط عين عالي خالص. عمرهم قد ايه يا فندم؟ في واحده 11 وفي واحده 7 سنين. ومشيوا على البخاخه قد ايه؟ مشيوا مدة طويلة قد سنة صبح وبالليل بس. أوكي. كثرة الأنف والأذن بيقولوا إن البخاخة دي ما تعملش ما تعليش ضغط العين. هي بخاخة لحساسية الصدر ولا حساسية الأنف؟ لا بخاخة للمناخير. أوكي هرد على حضرتك. حاضر. حاضر يا مدام جنات. معانا اتنين نبتدي بهبة. هي عندها حاجتين انسداد برضو في القناة الدمعية. أيوه بس وده سببه احتمال. عملت العمليه يا دكتور؟ هي عملت التسليك. احنا حضرتك العمليات بتاعه القناه الدمعيه بنبدا بابسط حاجه اللي هي تسليك القناه الدمعيه. لو ما نجحناش فيه وساعات واحنا بنعمل التسليك ده بنعرف ان الموضوع اكبر من ان اسلك بس. لان هي لقيت ان هو artificial الانبوبه. بالظبط كده. الانبوبه دي حاجه بحطها جوه القناه الدمعيه لغايه ما تتكون تاني من اول وجديد. بقى اشيل الانبوبه دي بعد كده، فكاني عملت مجرى جديد. انا اسف في التعبيرات البلدي شويه. مجرى جديد علشان الدموع تخرج منها، والانبوبه دي بتقعد شهر شهرين حسب الاحتياج، وبعد كده بنشيلها خالص. اذا مفيش قلق انها تعمل ارتفيشال تيوب. خالص. وبتتعمل كتير جدا وحاجه بسيطه جدا. طيب. ما فيهاش مشكله. دي بالنسبه لهبه الارتفيشال تيوب. الحول الظاهري بقى. احنا لسه قايلين الحول الظاهري والحول الكاذب. هشبهه تشبيه تاني. لو انا ابني او بنتي قصيرين هعمل لهم عمليه؟ لا. هو دلوقتي ابنها او بنتها يعني عندها العظمه دي واسعه شويه، فبتدي الاحساس بتاع الحول، فبتقول هل اعمل تدخل لما تكبر؟ هي ما عندهاش مرض علشان اتدخل، ده مجرد شكل. هو ممكن التدخل يبقى بقى تجميلي للانف. دي حاجه ثانيه، ولكن يعني مش للعين. العين مش ما فيهاش مشكله. العين مش هتبقى محتاجه حاجه. هي سالت عضله العين اعمل فيها حاجه؟ هنا المشكله مش في عضله العين خالص. فما نجيش جنب العينين خالص. اذا حضرتك بتقول بتاكد ما تجيش جنب العين على اعتبار ان السبب فعلا حول ظاهري زي ما قلت. ظاهري او كذا. بعتبر طبعا السبب اللي لكن حضرتك بتؤكد ان ممكن تعمل لها ارتفيشال تيوب، ده هيساعد الطفل. ما دام السبب ما راحش. طبعا. جنت مدام جنت انا مش فاهمه. طيب. يعني ما مدى خطوره وسع العصب البصري عن معدله الطبيعي؟ احنا المفترض ان العصب البصري ده ليه شكل ما، وفي النص فيه حاجه كده زي كانها حفره. هي مش حفره، كانها حفره. نسبه بينهم الاثنين نسبه معينه كده طبيعيه. في ناس بتتولد بنسميها حاجه فيسيولوجيه يعني طبيعيه، ان اتولد التكهف ده او الوسع ده اكبر شويه، ولكن لازال في الحد الطبيعي بتاعه. تمام. فده مش مشكله. انا عايز اطمنها بس الحاجه. ودي ابحاث اتعملت واتعملت في ابوريش الحقيقه، فانا بقى بتكلم بثقه. الحمد لله. ان البخاخات الكورتيزون اللي بتستخدم سواء للانف او للصدر لا تؤدي الى ارتفاع ضغط العين، ولا تؤدي الى تكهف او توسيع او توسعه يعني في العصب البصري. فانا بطمنها انه مفيش مشكله خالص، وعشان ناكد ده انه فعلا مفيش مشكله بنعمل حاجه بسيطه قوي اسمها مجال ابصار. مجال الابصار ده بيبين لي انا مجال الابصار بتاعي قد ايه، فلو العصب متاثر هيتاثر مجال الابصار بتاعي. في حاجه تانية اسمها زي الاشعه المقطعيه كده للعصب البصري، دي حاجه مخصوصه في العيون. اشعه مقطعيه هي ترجمتها كده، اشعه مقطعيه للعصب البصري. دي لو اتعملت بتبين لي هل في اي مشكله في الحته دي ولا لا، لكن بلاش التكهنات. وباكد لها تاني نتيجه ابحاث فعلا اتعملت بره وهنا انه مفيش تاثير خالص من البخاخات. يعني هقولها بهزار، انا ولادي نفسهم خدوا بخاخات ست سبع سنين. لو انا عارف ان فيها مشكله كنتش خدتها. يعني البخاخه دي للمناخير، في للانف وفي للصدر اللي هو الكورتيزونات والحاجات دي. اوكي فهمت. طب معانا سلوى ومعانا استاذ عادل، خلينا ناخدهم وبعدين نطلع فاصل. سلوى اتفضلي. الو مساء الخير يا مفيده. مساء النور يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ممكن بس اسال الدكتور على سؤال؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ايوه يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم.
انا عندي ابني عمل عمليه تصحيح الابصار. عمليه ايه؟ تصحيح ابصار. هو عنده كام سنه؟ استغنى عن النضاره خالص. 35. 30 اوكي. 35. 35 بعدها هو يعني هو مرتاح جدا، لكن انا حاسه فيه حول شويه في عينيه وبتحرج اقول له، فمش عارفه ايه يعني. حتى اخته لاحظت وبابالا. هل هو كان عنده حول قبل العمليه؟ لا 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 خالص. طب هل ده ممكن؟ لما كان بيقلع النضاره قبل العمليه كان ساعات يظهر عنده حول لما بيجي يسرح او عايز ينام او بيسخن او كده، كان ساعات يظهر حول مؤقت كده ويروح؟ لا لا خالص يا دكتور. اوكي هرد على حضرتك. حاضر حاضر يا مدام سلوى. طب استاذ عادل. ايوه اهلا وسهلا. الو. ايوه يا عادل. مش دي قناه ستي؟ ايوه وانت معانا في الستات. اتفضل. سامعينك. انا عادل. اهلا يا عادل. عادل وطي التلفزيون اسمعني من السماعه. انا وطي. طب قول لي حبيبي ايه سؤالك؟ ماشي. انا سؤالي؟ اتفضل يا حبيبي قول سؤالك. ايوه اتفضل. عادل عادل قطع معلش. هنطلع لفاصل ونرجع نرد على سؤال مدام سلا ونكمل اسئلتنا مع الدكتور ان شاء الله بعد الفاصل. عندنا اسئله كتير جدا وعندنا تليفونات اكتر، فاسمح لي يا دكتور معلش ناخد نهال وبعدين نرد على سلوى ونهال مع بعض. نهال اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ازيك يا مدام مفيده؟ ازيك انت؟ الدكتور الحمد لله. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. معلش هو سؤالي طويل شويه، معلش ممكن اخد من وقتك دقيقه؟ علي بس صوتك شويه نهال، الصوت عند نهال. انا عندي بنوته عندها دلوقتي 2 سنين و9 شهور. هي كانت موجودة باستسقاء دماغي وبعد. أيوة. كده دلوقتي نظرها ضعيف قوي، عملنا عملية حول والحمد لله عينيها كويسة دلوقتي، بس المشكلة ان هي ما بتشوفش من بعيد. ما بتشوفش حضرتك من بعيد؟ من بعيد يعني هي بتميز على. طب يا فندم هو حضرتك الاستسقاء الدماغي اللي كان عندها ده اثر على العصب البصري بتاعها ولا انتوا ما عملتوش فحص قاعين؟ لا اثر بسيط مش قوي يا فندم. أثر بسيط. العصب مش قوي. لا ممكن. أثر على العصب بسيط صح؟ أيوه. التأثير طيب. بتاع العصب مش جامد، الحمد لله العصب سليم بس يعني متأثر شوية. طيب. أيوه بس هي دلوقتي مقصود إحنا عرضناها للدكتور وقال لنا أعملوا تغطية شبكية كهربائي، بس أنا مش عارفة أعمل إيه تاني عشان يعني نظرها يرجع سليم زي الأول أو يبقى يتحسن تشوف على المسافة بعيدة. شبكية كهربائي. حاضر حاضر معانا ايمان. معلش يا دكتور ايمان اتفضلي. أيوة. معلش يا دكتور انا عندي بنتي عندها سنه جالها حكايه الانسداد. الو. ايوه حد سامعيني. جالها وهي عندها شهرين في عين واحده، دكتور قال ده برضو كانت بتنزل افرازات كده، قال ده انسداد في القنوات الدمعيه، واداها قطره واداها مرهم وقعدت عليهم اسبوع وما اتحسنتش، بعد كده اداها قطره ثانيه وبعد كده فضلت بقى كويسه من شهرين لغايه ما وصلت سن 11 شهر، بقت لما كل ما تعيا عينها بقى التانية اللي بتنزل الافرازات دي، فهل هي محتاجة تسليك ولا ده عادي مع العيا كله؟ يعني دور برد جالها فيروس اسمه هربانجينا معاه برضه حصلت الحكاية دي. حضرتك كشفتي عليها تاني في العين التانية لما ابتدت تنزل افرازات ولا ما كشفتيش؟ كشفت برضه واداها نفس القطرة وتحسنت عليها اللي هي اخدتها المرة اللي بعديها. اوكي هرد على حضرتك. حاضر. بس هي لغايه دلوقتي هي طبيعيه، لكن لما بتعيا ممكن عين من العينين دي تدمع صح؟ ايوه بالظبط، لما بتعيا عين من العينين بتدمع. عين من العينين وتبتدي تنزل ميه كده وساعات تطلع كور صغننه كده لما يكون كانها افرازات. طب حاضر يا ايمان نشوف. طيب نرد الاول على مدام سلوى. مدام سلوى ابنها 35 سنه وعمل ليزك وهي شاكه انه عنده حول ومحرجه تقول له. بالظبط. ساعات انا عندي قصر نظر عالي قوي فبعمل العمليه الليزك، لما بقلع النضاره ساعات يبقى عندي شويه حول ظهيري خارجي لبره. كويس. فهو انا شايف انها ما تحرجش من ابنها ولا حاجه، مفيش اي مشكله خالص انها تروح لدكتور يكشف عليه يعني. يا حبيبي انت في حاجه يكشف عليه يعني بلاش الحرج ده. بس هو ممكن فعلا يعني تكون زي ما هي حاسه حول، ممكن يكون حول وما كانش واخدين بالنا منه الاول. انه في انواع من الحول بتتصلح بالنضاره. لما البس النضاره طول ما انا لابسها الحول مش موجود صح، فاول ما هقلع النضاره الحول يظهر. فده ممكن يبقى من النوع ده
اخي انا سالتها لما كان بيسرح او لا، فيعني نتاكد بس من الموضوع ده كان موجود ولا لا، ودي حاجه بسيطه. والكشف يبين كان ده حاول. كشف يبين طبعا، كشف يبين طبعا. مدام نهال اللي هي بنتها سنتين وتسعة اشهر عندها اللي عملت اللي عندها استسقاء دماغي، استسقاء دماغي عملت بالبلدي كده بنسميه ميه على المخ. في المخ ده حواليه سائل المفروض انه ما يزيدش او ضغطه ما يزيدش، ساعات بيحصل كده، فجراحين المخ والاعصاب بيركبوا حاجه عشان تصرف السائل ده. المشكله هنا انه السائل ده لما بيزيد والضغط حواليه بيزيد بيضغط على العصب البصري بتاع العين، فيؤدي الى قدر من الضعف في العصب. بس هو العصب حسب. مش بايظ قوي، لا هي قالت في قدر بس بسيط كويس بالزبط. حسب بقى التاثير ده بيتاثر النظر، يعني حسب القدر اللي استنينا فيه لغايه ما تاثر. انا هي قالت هعمل فحص بيتاثر النظر، عشان هي صغيره سنتين وتسع شهور بيبقى صعب نقيس لها النظر زي الكبار. تمام. فبنعمل حاجه اسمها رسم كهربائي للعصب البصري، مش للشبكيه. انا بس هستاذنها انها تعمل رسم كهربائي للعصب البصري. نهال ركزي تاني، ممكن حاجه تعيد. هو ده اللي مخصوص اكتر، احنا عندنا رسم كهربائي للشبكيه وللعصب البصري. هي تعمل رسم كهربائي للعصب البصري. لان اللي بيتاثر عندي من الاستسقاء الدماغي هو العصب البصري مش الشبكيه. طب يطلع ايه بقى؟ ايه المفروض الرسم الرسم الكهربائي ده هو الدكتور اللي هيقول لها بقى، هي مش هي اللي هتبص طبعا. زي رسم القلب كده بيطلع موجات وحاجات، فاحنا بنشوف هل هي طبيعيه ولا في تاخير في المده بتاعتها ولا كذا، وبندي ريبورت نقول ده في ضعف في العصب قدره مثلا 10% اكتر. يقدر يتصلح يا دكتور؟ هو لو الاستسقاء الدماغي كان ضغط بالدرجه انه بقى فيه تاثير بشكل معين ما بنصلحوش، لكن بنحافظ على اللي فاضل. لا يعني هي ما بتشوفش من بعيد. ما هو بتشوفش من بعيد دي، وبتشوف من قريب. تسال هل بنتها ممكن يجي في ايام، هل ممكن محتاجه نظاره برضو ولا لا؟ ممكن يبقى المشكله في النظاره مش في العصب، وممكن يبقى المشكله الثانيه انه في جزء من العصب اتاثر فانا على البعيد مش شايف كويس. هنتعامل مع ده، بيبقى صعب يتصلح بجراحه او صعب يتصلح بدواء. هشبهها بجذر الشجر، جذور الشجر دي لو المياه اختفت منها وابتدت تضعف بشده ما بنقدرش نصحيها تاني. فالعصب البصري للاسف اللي بيحصل فيه بالشكل ده صعب نصحيه تاني. لكن ايه الاول قبل ما نقول اي حاجه رسم نعمل عصب رسم العصب الكهربائي للعصب البصري لمرحله ايه بالظبط، ونتاكد انها مش محتاجه نظاره، وممكن يتعالج بنظاره بالظبط. يعني ان شاء الله ربنا يكرم يا نهال. يعني خليكي ماشيه معانا. ايمان معانا سنه، وده تليفونات تانيين. اوكي حاضر، بس ناخد قبل ما ناخد تليفونات ناخد الرد على ايمان. اقول بسرعه كده، هي كان عندها سد في قناه في عين وبقت اتحسنت، وبنت لما بتسخن وبين في العين الثانيه ابتدى. ده غالبا مش انسداد قوي، فمش هنحتاج نعمل جراحه، ده بيحصل في وقت معين. ايه الفكره لما بيجي لها برد؟ ما هو القناه الدمويه بتصرف في المناخير، فلما بيجي لي برد ومناخيري تتسد ممكن ادمع، فدي بتبقى حاجه وقتيه. بس بتنزل كور وافرازات، وده اللي هو الافرازات دي. لا الافرازات دي نتيجه ان القناه الدمويه اتسدت، ففي ميكروبات اتحوشت جوه فعملت التهاب عمل افرازات. لكن السبب الاساسي في الانسداد، مش المشكله في الافرازات. بس الانسداد يجي لها بس لما بتبقى سخنه حسب كلامها. هي قالت لما بتتعب ويجي لها برد. لكن لو حصل انه جالها غير كده لازم تبقى في تدخل تاني. يبقى انا اتدخل ساعتها، انها سنه وشويه زي ما احنا قلنا. لكن هي دلوقتي تفضل كده بالعلاج ما دام بتجيب نتيجه خلاص، والقطره مفيش مشكله خلاص. اوكي طب ناخد معانا ايمان على التليفون. ايمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. مدام مفيده معايا؟ ايوه يا روحي اتفضلي. من فضلك ممكن، انا عندي بنتي عندها هي دلوقتي 5 سنين ونص تقريبا. كان حصل لها في البياض بتاع عينيها طبقات سودا كتير رمادي، لونها رمادي. فكشفت عليها، الصبغات دي ما ظهرتش الا بعد مرور سنه ونص من ولادتها تقريبا. تمام. فكشفت عليها وكده وهي عندها سنتين وكده، فالدكتور قال لي دي صبغات طبيعيه بتتولد بيها بس ممكن تأثر على النظر فتبعي نظرها كل 6 شهور. فعاوز اعرف الصبغات دي ممكن فعلا تأثر على نظرها؟ طب ولا متابعة كل 6 شهور زي ما هو بيقول؟ انا متابعة بس وكل شوية مثلا اسألها انت شايفة الحرف ده كويس؟ فهو قال لي ممكن تحتاج نظارة فيما بعد. فعاوز اعرف الصبغات دي ممكن تعمل ايه في العين؟ للتأكيد هي دي صبغات لونها رمادي او ازرق شوية؟ ايوه بالظبط. في البياض بتاع العين؟ في البياض بتاع العين كتير. هي البنت سمرة شوية؟ لا هي لونها فاتح. اوكي هرد على حضرتك. حاضر يا ايمان. حتى معلش حتى اختها الصغيره عندها سنه نفس الكلام، عندها ابتدت الصبغات تظهر لها من دلوقتي برضو، مش أوكي. مش مولوده بيها. ماشي حاضر يا ايمان. ناخد نوره. نوره ايوه اهلا يا نوره اتفضلي. ازيك يا مدام مفيده؟ ازيك حبيبتي اتفضلي. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ سامعك يا عم.
لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي ولد وبنت توأم عندهم 8 شهور ونص. احمد كان الاول يعني عينيه كده بتحمر ويفضل يدعك في عينيه، فالدكتور بتاعه ده قطره عاديه يعني قطره بتاعت الاطفال مستورده كده. ده دايما كنت بديها لهم. بعد كده جت اخته ومن يومين ثلاثه كده وقعت من على السرير، فعينيها حسيت ان فيها حول عينيها الشمال. فرحت للدكتور امبارح اداني قطره وقال لي اديها لهم ثلاث ايام ثلاث مرات في اليوم، وبعد كده تعالي لي يوم الاثنين. تمام. ها يعني ايه يعني مش عارفه بقى يعني. هو ادالك القطره دي قطره توسيع مش كده؟ متهيألي هي برضو مستورده يعني اسمها طويل شويه كده. طيب طيب حاضر يا نور. ناخد سريعا ايمان الاول. خمس بس صغيره قبل ما نقول ايمان. في تعليق اداله القطره العاديه بتاعت الاطفال. ده مفيش حاجه اسمها قطره عاديه بتاعت الاطفال، مفيش حاجه اسمها كده. دي معتقدات عندنا احنا ان دي قطره بتاعت الاطفال ودي قطره لازم ناخدها اول ما نتولد. لا مش قصدي القطره العاديه، مفيش حاجه اسمها قطره عاديه بتاعت الاطفال. في حاجه اسمها انا عندي مرض اتعالج منه، لكن مش هاخد قطره عاديه للاطفال. هي ممكن تكون قصدها ان كل الناس بتستخدم القطره دي. انا مش بتكلم عليها هي شخصيا. ان كل قطره ليها سبب بالظبط، لكن مفيش قطره كده على الفاضي وعلى المليان. بس انا اسف طيب. بقى ان انا قطعت الاسئله. لا لا لا، ناخد ايمان الاول. هي عندها طفل البنتين ابتدت البياض العيني يبقى فيها الوان، حضرتك حتى سالت عن الالوان دي. طيب هو الالوان دي ليها كذا سبب. هنقول الاسباب اللي هي واضح ناس استبعدت تماما، ان يكون عندها ميه زرقاء خلاص دي استبعدت خلاص، والا الدكتور خد باله من زمان مش كل ده مش واخد باله، او ان تبقى زي ما قال لها كده بالظبط دي صبغيات زي الحسنات كده اللي بتطلع في جسمي بتطلع في العين برضو. ودي بتبقى حاجه واضح ان بتقول هي واختها الصغيره، فدي حاجه بقى الظاهر هتبتدي تظهر في العيله، لكن ده مش مرض. هل بقى الصبغيات دي او الحسنات دي هي اللي بتضعف النظر؟ لا، في ناس من اللي عندهم قصر نظر عالي بيظهر لهم اللون ده في العين. فإذا ممكن البنات يبقى عندهم قصر نظر وهم مش عارف وهي مش عارف. وحسب كلامها ان الدكتور فعلا بيعمل تشيك كل ست شهور. وبالتالي هو نفده. يبقى ما عندهمش قصر نظر. لكن انا بطمنها لايه؟ ان هي بتقول هو الصبغيات دي هتاثر على نظرهم؟ لا. لا هي ما بتاثرش على النظر، ده العكس قصر النظر هو اللي بيعملها. وانت متابعه لو حصل قصر نظر يبقى انت عارفه ايه السبب. هي 90% من السبب بتاعها هيكون ان ده صبغيات عاديه زي ما الدكتور ما قالها وتتعايش مع الموضوع وخلاص. طيب نوره ولادها والقطره ووقعت من على السرير. انا بقى معلش هتجاهل شويه ابنها اللي عينه بتحمر، ده حاجه طبيعيه جدا. نتكلم بقى في وقعت من السرير دي بقى حسب حاول راح مدي لها قطره. هو اداها قطره لتوسيع حدقه العين عشان يكشف على قاع العين عشان يشوف الصدمه اللي حصلت للراس دي لما وقعت، وحسب كلامها بتقول عملت حول. ده معناها ان العصب اللي بيحرك عيني لبره اتأثر من الخبطه واحتمال يكون حصل له حاجه زي شلل في العصب او يعني ضعف في العصب عمل شلل في العضله، فهو عايز يطمن ان مفيش تاثير على قاع العين. وعاوز يطمن ان الحول ده مش مشكله. هو قال لها يوم الاثنين عشان الثلاث ايام يعدوا يعني. يوم الاثنين ده عشان الثلاث ايام. فطبعا لازم تجري بالبنت دي وما تستناش عليها، هي عندها مشكله ثانيه خالص غير الاحمرار بتاع العين. عشان بس ما ندخلش الاثنين في بعض. اذا يا نوره القطره اللي انت واخداها دي عشان انت رحاله النهارده الاثنين. لانه نتيجه انه لو في فعلا بكره لو في فعلا الخبطه دي اثرت على عضله العين او عصب العين ده بنديله علاج وبنستنى قصه بقى من سنه ست شهور احتمال يتصلح لوحده، لو لا بنتدخل بجراحه. فدي حاجه هي لازم تهتم الموضوع طبعًا. ده ما فيش تهريج طبعا. دكتور انا كان نفسي عندي اسئله كثيره جدا وكنا عايزين نسال على الاولاد اللي بيتفرجوا على الايباد، ما عندناش وقت. بس بشكر حضرتك طبعا، المشاهدين ليهم الاولويه واسئلتهم مهمه جدا، وربنا يشفي كل مريض. بشكر حضرتك يا دكتور. بتمنى يكون موجود معانا دكتور شريف حسني استشاري طب وجراحه عيون الاطفال، وطبعا ما لحقناش نساله كل اسئله بس اسئلتكم هي الاهم. بشكركم. شكرا. وبعد الفاصل نلتقي مع مطبخنا ان شاء الله. شكرا.